لماذا يستهدف الاقتصاد التركي؟ الآن تركيا تصنع الطائرات الحربية، الدبابات، الغواصات. في تركيا تصميم لصناعة حامل الطائرات رقم واحد في صناعة الحديد الصلب في العالم، أول دولة أوروبيا في صناعة الزجاج، رقم واحد في الإنتاج الزراعي في المحاصيل الزراعية أيضا كصناعات غذائية، رقم اثنين في قطاع الإنشاءات والعقارات في العالم، سادس دولة أوروبية على مستوى العالم في صناعة التكستيل، سابع أكبر مصنع للسفن في العالم. تركيا لديها فائض من العملة الصعبة 116 مليار دولار في البنك المركزي. أمريكا لديها الآن فائض من الدولارات 118 مليار دولار فقط. أمريكا التي كانت تريد أن تصدر منتجاتها سواء كانت عسكرية أو كانت صناعية، أصبحت تركيا الآن هي التي تصدر هذا الموضوع. لأول مرة تركيا ستدخل نادي توليد الطاقة النووية السلمية. من هم خصوم تركيا الذين يحاربون نموها الاقتصادي والمنزعجون من هذا الصعود في النمو الاقتصادي؟ الدول الغربية عموما وأمريكا تحديدا ترفض أن يكون هنالك صناعة محلية ذاتية في تركيا. مطار اسطنبول أزعج ألمانيا، قناة اسطنبول أزعج أمريكا. أصبحت تركيا تغزو أسواق أوروبا وأمريكا. أين تكمن أو ما هي مراكز القوة الاقتصادية في تركيا؟ التركيز على الشباب، التركيز على المستثمر الأجنبي، التركيز على الصناعة، التركيز على الفرص الموجودة، التصدير لما تصنع، استخدام التقنيات الحديثة، دعم حقيقي، تشجيع للكوادر، فتح الأسواق، شق الطرق، جذب المستثمر الأجنبي، الشراكة الحكومية مع القطاعات الخاصة. تركيا دائما يجب أن تكون قوية، وهذا مصداق الحديث: المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن ضعيف.